مساء الخير. في حلقة أخبار الدار الليلة، ائتلاف محلي ودولي للعناية بالحيوانات العاملة في الفترة، جهود كبيرة تبذل في الشمال لحماية وتمكين الأطفال اللاجئين، ومنتعرف لأنواع القضاء العشائري. نظم مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي جلسة عمل تشاركية في البترا للبحث إدارة وتنظيم الحيوانات العاملة داخل مدينة البترا الأثرية. أشارك في الجلسة عدد من المنظمات والجمعيات المحلية والدولية التي تعنى بالرفق بالحيوان والقطاع السياحي في البترا، وناقشت الواقع والتحديات ووضعت خطط عمل مشتركة لتحسين واقعها وتنظيم عمل الحيوانات في محمية البترا الأثرية. أنا زين شاهين، دكتورة بيطرية في مؤسسة الأميرة عالية. أنا صراحة مبسوطة إنه صار في اجتماع لكل المؤسسات اللي أوريدي عم تشتغل في 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 البتراء. إحنا صلنا فترة كبيرة شغالين في البتراء، وهي أول مرة بصير اجتماع من هذا النوع بصراحة. والفوائد اللي أنا بشوفها صراحة إنه كل المؤسسات بتحدد إيش أدوارها، وبالنهاية بنطلع بخطة اشتراكية بتجمع كل هاي المؤسسات لمصلحة الحيوانات العاملة في البتراء، وبنفس الوقت لمصلحة المجتمع المحلي اللي موجود في البتراء. Yes, my name is Robert Hengel. The benefits I see of this stakeholder meeting are pretty clear for Fjepoten International and also our local partners Princess Alia Foundation. That it's the first time all active stakeholders get together and really we'll talk about actual things we can do for the working horses and the livelihoods of those families. So this is a big step and which the PDTRA, the Tourism Authority, is doing, and we are glad to be part of this, and we want to actively be part of this and really create change for these the animals in Petra Park. يشكل الأطفال النسبة الأكبر من أعداد اللاجئين السوريين في المملكة، إذ تبلغ لمن هم دون سن 17 قرابة 48%، أي بعدد إجمالي 364 ألف لاجئ و732 لاجئ من أصل 762 ألف و420 مدرجين في سجلات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. نعترف لجهد عدد من المنظمات في تقديم الدعم النفسي لهم في هذا التقرير. يعنى مشروع منظمة أرض البشر المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بالوصول إلى الأطفال الأكثر ضعفاً من اللاجئين السوريين ودعمهم نفسياً ومهاراتياً، بما في ذلك توعيتهم من أجل التخفيف من المخاطر التي يواجهونها كالزواج المبكر وعمالة الأطفال. إحنا شركاء منظمة أرض البشر في إربد، اشتغلنا مع أرض البشر من 2013، اشتغلنا مع الأطفال لحماية الأطفال المستضعفين سواء أطفال سوريين والأردنيين. كان في تارجت كل سنة بنغطي تارجت لغاية من 500 ل 800 طفل. اشتغلنا على جانب جلسات دعم نفسي للأطفال، جلسات دعم نفسي، جلسات مهارات حياتية وإدارة حالة، وبرنامج تعليمي. استفدنا احنا كجمعية فاروق من منظمة أرض البشر إنه صار في تنفيذ لجلسات للأطفال في المنطقة اللي إحنا فيها، صار في بناء قدرات للجمعية وبناء قدرات للجان المجتمع واللجان الشبابية الموجودين في الجمعية. بصراحة إحنا جايين اليوم على الحفل الاختتامي لمشروع أرض البشر في حماية الأطفال، الأطفال متعرضين للمستضعفين في واللاجئين السوريين من في لبنان والأردن. هلا احنا ما بنحكي باسم بلدية إربد الكبرى، رعت بلدية إربد الكبرى النشاطات اللي قامت فيها منظمة أرض البشر في مكتباتها وفي قاعاتها اللي دائما تتبنى اي نشاط بفيد المجتمع، في لانها هي اصل البلدية انها توفر مساحات آمنة للتدريبات الاطفال ولكل
المبادرات اللي ممكن انها تفيد المجتمع بشكل عام. بالنسبة لشراكتنا مع أرض منظمة أرض البشر، كانت صراحة شراكة فاعلة ومؤثرة في المجتمع، لأنه في أطفال سوريين كان عندهم في عندهم مشاكل بعدم تسربهم من المدارس، بعدم قدرتهم على الحصول على أماكن آمنة وتدريبات لا منهجية لحتى تقوي شخصيتهم ويكونوا من الناس اللي يعني يطلعوا من مشكلة تأثرهم بالأزمة السورية. احنا كمان ما بنحكي بس انه أرض البشر تعاملت مع أطفال السوريين، كمان تعاملت مع الأطفال الأردنيين، وكان التشارك جميل، وعملوا بأرض البشر على دمج الأطفال السوريين بالتعامل مع الأردنيين مع الأطفال الأردنيين، وكانت شراكة صراحة جدا جميلة. كان برنامج اليوم اللي هو الدعم للأردنيين واللاجئين السوريين من الأطفال المعرضين للخطر، فكان في هذا البرنامج بالتعاون مع أكثر من جمعية في مدينة إربد من أجل تقديم برامج الدعم النفسي وبرامج القضاء على أو التخفيف من العمالة لهؤلاء الأطفال، وبالإضافة إلى بعض البرامج التعليمية والترفيهية. الأطفال يشكلون النسبة الأكبر من أعداد اللاجئين السوريين في المملكة، إذ تبلغ لمن هم دون 17 47.8% بعدد إجمالي 364,000 و732 لاجئ من أصل 762,024 مدرجين في سجلات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. تقارير أخبار الدار والمزيد من قصص طلاب الجامعات بعد الفاصل. أهلا وسهلا فيكم من جديد. تعتبر من الألعاب التراثية الشعبية اللي ما زالت تمارس كل يوم في المنزل وفي المقهى وفي الطبيعة، وتقام فيها مباريات ودية بين الطرفين بتجنب كل طرف فيها الخسارة لحتى يبقى محافظ على الصدارة، وهي لعبة شعبية تقوم على عمليات حسابية لنقل الأحجار من مكان إلى آخر ضمن 14 حفرة على لوح من الخشب. الحديث عنها يطول في أصولها وكيف يحافظ عليها كبار السن والجمعيات في مدينة السلط. لها 14 عين وسكانها 98، هل تعرفون ما هي؟ إنها لعبة المنقلة تتوارثها الأجيال هنا في حاضرة البلقاء مدينة السلط. وللحفاظ على هذا الموروث يعمل إبراهيم المصري على إبقاء اللعبة حية في بازاره الصغير. حقيقة لعبة المنقلة من الألعاب الشعبية القديمة السلطية المتوارثة عبر الأجيال، والتي ما زالت تقف شاهدا على تراث وثقافة هذه المدينة، كانت وما تزال تمارس هنا في منطقة ساحة العين من قبل كبار السن الذين يقضون أمتع الأوقات بممارسة هذه اللعبة. على الأرجح هذه اللعبة من أصلها نبطي، العرب الأنباط هم الذين لعبوا هذه المنقلة في السابق، وانتقلت إلى أنحاء العالم، انتقلت إلى أفريقيا، انتقلت إلى آسيا، وأيضا إلى بلاد الشام. في حقيقة البتراء في الأردن طبعا هي المشهورة في ألعاب الطاولة، ومن ضمن هذه الألعاب هي ألعاب المنقلة. حتى أصل الكلمة عربية نقلة، من نقلة أي أيضا يتحرك، نقلة يتحرك أي تحريك الحجر بعكس عقارب الساعة. كيف تلعب هذه اللعبة؟ طبعا هي عبارة عن لوحتين من الخشب زي ما أنتم شايفين، طبعا في كل لوحة في 7 أجران، هذه الأجران تملأ بالحجارة بالحصى. طبعا في عندنا 14 جرم في 7، يعني 98 حجر تملأ في هذا الأجران، ويقوم اللاعبان بتحريك هذه اللعبة بعكس عقارب الساعة من اليسار إلى اليمين. طبعا اللي بجمع أكبر عدد ممكن من الحصى هو اللي بكون غالب. طبعا هي لعبة مش سهلة، هي لعبة صعبة، لأنه زي ما حكينا تعتمد على العد وتعتمد على الذكاء. يعني طبعا في مدينة السلط ليش انشهرت هذه اللعبة؟ لأنه أول مدينة دخلت عليها هي مدينة السلط. كما تعتبر لعبة المنقلة جزءا من تراث مدينة السلط والتي وضعت ضمن المسار السياحي السلطي، ولتبقى لعبة المنقلة في ذاكرة مسني مدينة السلط تتوارثها الأجيال.
ما يزال طيف كبير من مجتمعنا الأردني بحافظ على عرف وقوانين القضاء العشائري الأردني، وهناك عديد منا ما بيعرف تفاصيله وبسمع فيها بس من وسائل الإعلام. خلينا نستعرض قوانين ومفاهيم القضاء العشائري الأردني وفروعه، أهميته وأثاره على المجتمع العشائري في هاي المقابلة. على مختلف المملكة الأردنية الهاشمية، الجميع والأكثرية بيعرفوا أنه في قضاء عشائري وفي قضاء دولة، فكلية المكملات لبعض، ولكن في سرعة خاطر ما بين القضاء العشائري وما بين القضاء الدولة. قضاء الدولة بيمتد ووقته طويل، والقضاء العشائري وقته قصير. القضاء العشائري يتفرع لعدة أفرع، والحقان العشائرية لن تكون كليتها من لسانها واحد، ولن يكون كلية أمورها واحد. في منهن بيجي حق وقضاء عشائري من قعدم، في منهن بيجي على عقبي، في منهن بيجي على منشد، في منهن بيجي حق عادي، قرار وانكار وخلف ما بينهم، وبتورد الشهود وبتورد الشهود حتى تحصل على النتيجة اللي هي مطلوبة. الوجه إذا مثلا اثنين اشتبكوا ورمى واحد من هالموجودين الوجه فلان ما بينكو، ما فيكو الياد الثاني لا بعصا ولا بغثاء، ويبعد عن بعضكو في كفالة فلان، أرع وجه فلان عليكو وشهد وودع، اللي منهم بيعاود يرجع ويخطئ على الطرف الثاني هذا بده يقعد للمنشد، المنشد للوجه لراعي الوجه، بده يقعد المنشد ويخسر لراعي الوجه. العطوات، طبعا العطوات بتتنوع، العطوات في عطوات قتل، في عطوة هوشة وصار فيها جرح وحدت الله، في حين ما صار فيها جرح ولا صار فيها ضربة، واحد انصاب واحد ما انصاب، اللي ما انصاب وما صار فيه أذى بدي يودي ناس على اللي صار الأذى فيه، سواء كان فشخة ولا ضربة سكينة ولا كذا، يأخذ منه عطوة، والعطوة هذه بيحددوها يعني حتى يا تبرأ إهواته يا أما يجيب الرابور القطعي، وعدان بيمشوا فيها حق، هذه اسمها عطوة. وبن هو العطوة الثانية اللي هي القتل زي ما بيصير وبتسمعوا فيه. هذيك الساعة في عطوة إمنية وفي عطوة عادة وعرف عشائري. العطوة الإمنية حواضير بسموها، إنه في فورا بدك أنت تروح والناس اللي حوالي هذا الإنسان اللي سوى الأذى وأجرم يدخل أقرب ناس عنده في المكان اللي حواليه قبل ما ناس يكشف الأمور، ومن بعدها الناس اللي دخلوا عليهم يحطوا الدولة في الصورة. الدولة بالحالة هذه بتحرس وبتتنبه للأمور وبتحمى الجاني وبتمنع المجني عليه عن زيادة الأمور. من بعد العطوة الأمنية تتدخل العادة والعرف العشائري في قاعدة عشائرية في جهة مؤلفة كبيرة من عدة محافظات، حتى أنهم يقدروا يأخذوا عطوة من المجني عليه من الجاني. ولما يأخذ العطوة بالحالة هذه للمقتول بده يجلى، وبده تجلى اللي في الخمسة معاه، بدهم يجلوا لمحل المجلى اللي بطلبوه اللي هم أصحاب الدم خارج المحافظة اللي بكون فيها الأذى. فاللي يفضل إن الجلوة تكون على الجد الثالث، وأفضل إنه يكون في طلوع دائما وابدا ما بين الناس، الجد الثالث يطلع عن المجموعة ككل، لأنه لما يكون على الجد الثالث بتكون الحمل خفيف والناس اللي بتجلى بيكونوا أقلاء ومش حمل ثقيل على الناس اللي بروحوا عندهم. قصص أخبار الدار ما بتخلص، خليكم معنا بعد الفاصل.
أهلا وسهلا فيكم من جديد. الأربعاء الماضي توقفت باصات نقل الطلاب من معان إلى جامعة الحسين بن طلال عن العمل. ليش؟ احتجاجا على عدم صرف مخصصات السائقين وبسبب إجراءات مالية متعثرة. مثل هاي الاحتجاجات كيف بتأثر على الطلاب على العملية التعليمية كمان؟ احتجاجاً على تأخر صرف المستحقات المالية البالغة 120 ألف دينار، توقف سائقو باصات جامعة الحسين بن طلال عن العمل ونقل الطلاب من الموقف المخصص لنقل الطلبة من وإلى الجامعة، مما أثار غضب الطلبة الذين تأخروا عن الالتحاق بدوامهم واستيائهم من هذا الجانب الذي يدفع ثمنه الطلبة. جامعة حسين بن طلال أغلبنا جايين من المحافظات الثانية، يعني عاملين مصروفنا على حساب معين، أما أنه يجينا ظرف زي هيك طارئ هيك يعني بضرر عدد كبير من الطلاب، فإحنا بنطالب أنه يعني يستعجلونا بهيئة النقل لأنها تخلصنا من هاي المشكلة، وهذا الحل يكون بأقرب وقت. علينا محاضرة الثمانية طلعنا ما لقينا باصات بالمحل ما بتصب المجمع، أخذنا تاكسي وتأخر علينا التاكسي كمان، دفعنا له أجرة زيادة على الأجرة اللي بنتفعها، يعني بتكلف 4 ليرات من إنك تطلع من سكنك للجامعة، 4 ليرات بتكلف وتزيد عليك وحسب سايق التاكسي يعني كمان، إنه تضررنا من ناحيتهم لأنهم هم كمان مش ماخذين حقوقهم من الشركة اللي مجراهم، يعني لهم هم حقهم إنهم يعتصموا، بس إحنا تضررنا لهم لهسع بدهم ضلهم أسبوع كامل وإحنا بدنا نأخذ تكاسي، بتصير تكلفة علينا. لسه احنا ما طلعنا مثلا مصاري من المنحه ولا شيء، بس انه بتصير تكلفه علينا احنا، نضلنا ندفع 4 ليرات رايح تطلع شابين مثلا او شاب لحالك. انقلاب يا اخت، احنا انا لي 3 شهور ما دفعت اجار بيتي، ما دفعت اجار بيتي، كل ما اجي على مدير الشركه بجي على مدير الشركه بقول لها يا لسه ما صرفت سكاتنا، عرفتي؟ بعدين هذا الحكي تاثر منه الطالب، أنا بشوف الطالب شو بيعطي أبوه مصروف اللي ليت ثلاثة، أنا قاعدين بتحكموا فيهم تبين تكسيات، موقفتنا أثرت على الطالب أول واحد، على طالب الجامعة اللي جلالة الملك بوصل في طلبة الجامعة، الهيئة قاعدة بهدلتنا، كل ما نجي نقول له بدنا راتب بقول لك إحنا إيش لسه ما صرفنا سكاتكم، ماشي أختي؟ وقاعدين الباصات الكرة بأخذ من الطالب نص دينار وبحطه في الباص بدامه 22 راكب 30 و40 بقعدون في حضون بعضهم، التاكسي بتأخذ 4 دنانير، صار وقفتنا صارت استغلال للطالب. والله يشهد علي ربي إنه ما أخذنا يجوز 100 دينار دبرنا إياهن قرض سلفة من باصات ثانية وجابنا إياهن المدير وزع 100 دينار بس نمشي حالنا. الأخ هذا يجوز عليه 3 شهور أجار دار، الأخ هذا عليه صندوق قرض المرأة والبنوك وانتو أدرى، فاتق الله يا وزير النقل، اتق الله في المواطنين. الخلاف اللي صارت بين الشركة والهيئة هي على شكات الهيئة التي تقدم دعم من الهيئة إلى الشركة، علما أن الشركة الأجرة 60.5 دينار أو 60 قرش والشركة تستوفي 30 قرش فقط لا غير، والباقي يأتي على شكل شكات كل شهر أو كل شهرين من الهيئة. الآن تفاجأنا الهيئة من بداية الفصل من 16/9 إلى غاية 17/10 أو 16/10 لم يأتي أي شك من الهيئة، فلما راجع مدير الشركة هناك عند الهيئة فوجئت الشركة أنه خاصمين مبالغ ضريبة تسمى ضريبة لا يعرف عنها شيئا لحد الآن، اللي هي 40% ضريبة على الشك. طبعا لما راجع مدير الشركة أنه يفسروا لي هذه الضريبة الذي فرضت على هذه الشكات وخصم من الشك الواحد خصم منه 7000 أو 6000 دينار لم يأتوا بجديد، إنها ضريبة وبس. الآن احنا في الوقت الحاضر عندنا شركة باصات 15 حافلة، طبعا في عليها التزامات، عليها ترخيص، عليها ضريبة، عليها استثمار، عليها أجور عمال، عندنا ما يقارب بين سائق وعامل من 27 إلى 30 موظف، هذولا بدهم رواتب صار لهم شهرين لم يستيقظوا رواتبهم، بنستنى في الشكات الهيئة وللأسف شكات الهيئة لم تأتي لهذه اللحظة.
نهاية هذا الاحتجاج كانت بتدخل من وزارة النقل التي وأوعزت بصرف مستحقات الشركة من مخصصات بدل دعم أجور الطلبة وبنسبة 50%. قد يشكل هذا القرار حلا على أمل عدم تعطل حركة النقل من وإلى الجامعة. من بلدة الطيبة جنوباً نتعرف على جهود الجمعيات والشباب في التوعية بمخاطر الشائعات والاستخدام الخاطئ لمنصات التواصل الاجتماعي. ما يتميز به العصر الحديث هو التقدم الهائل في تكنولوجيا الاتصال، وصفحات التواصل الاجتماعي متعددة الأنواع والأشكال. لذا قامت مديرية شباب وشابات البتراء بعقد ندوة نقاشية لبحث السلوكيات الخاطئة والصحيحة وكيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بالطرق السليمة. تمحور من خلال هذه الجلسات 4 محاور، من ناحية أمنية ومن ناحية شرعية، من ناحية الشباب رؤيتهم بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي. في مخرجات الجلسة من الجلسات الحوارية التي تمت استطعنا أن نخرج مجموعة حلول. استهدفنا إحنا فئة يعني كبيرة كانت بحضور 100 مشارك، استطعنا تسليط لو قليل من الضوء على أهمية هذه المواقع وكيفية الوصول إلى حلول، خلينا نحكي للابتعاد قليلا والاهتمام بالأمور الأخرى في حياتنا اليومية. كدعاء تكلمنا خلال الورشة عندما التقينا بمجموعة من الشباب والشابات وأولياء الأمور، تكلمنا عن وسائل التواصل الاجتماعي والدور التي تقوم فيه، خاصة ونحن نعيش في عصر التكنولوجيا بامتياز وعصر الشبكات العنكبوتية. أوضحنا أن هذه الوسائل يمكن استغلالها في باب الدعوة إلى الله من ناحية، يمكن استغلالها في توجيه النصائح للناس، وبالتالي تكلمنا عن بعض التوصيات التي يمكن أن يهتم بها الشباب خلال تعاملهم مع هذه وسائل التواصل الاجتماعي. تأتي أهمية هذه المبادرة من الوازع الديني والأخلاقي والمجتمعي للمجتمع بشكل عام. احنا بنعرف كلياتنا أهمية مواقع التواصل من ناحية خدماتية أو اجتماعية، لكن في نفس الوقت في كل شيء حديث مساوئه وإيجابياته. من الإيجابيات الواضحة هي سهولة تناقل المعلومات مع المجتمع الآخر، تبادل الخبرات والمعارف مع الحضارات والثقافات الأخرى، بالإضافة إلى ممكن استخدامه في أساليب التعليم. من مساوئ الخطيرة للأسف اللي هي استخدام بعض الأشخاص لأفعال لا أخلاقية، بالإضافة إلى بعض الجرائم الإلكترونية. قد تكون مواقع التواصل الاجتماعي سهلت الاتصال بين الناس حول العالم، لكنها بسوء الاستخدام عرضت البعض للانتهاكات الخصوصية وأضاعة الوقت ومخاطر الاحتيال بصفة الهوية، ووجب علينا إعادة النظر والاعتدال في استخدامها. في نهاية الحلقة تحية لكل متابعينا، زوروا صفحة أخبار الدار على فيسبوك وشاركونا بأرائكم وتابعوا كل التقارير. تحية مني ومن فريق عمل البرنامج، ضلكم بخير وإلى اللقاء.